الآن وحصريا استديوهات أهمسة فرق لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشعراء، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقل. وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-966-055-87-687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، أبتدي بالشعر بسم الله سبحانه ومرحبا بسمي أول وتالي. مبادينا وجدتك أحمد يا نعمة وإنسانة، وجد رام ارتفع فيك الأراضينا، ثم العمم أصل الطيب وعنوانا، جابوا السعادة الكبيرة والفرح فينا، يقوم فجر يا نسيم الفجر والحانا، يهيئ سمينا الذهب من فوق موازينا. بسم الله سبحانه ومرحبا بسمي أول وتالينا، جانا حسن شرف المنزل ومسكنا، والنعم يا حسن يا ابن السلاطين، بسم جدك وجدك عليا شانا، والشيخ معروف بربعه ووديانا، ثم الكرم لوالدك يكرم كل ضيفانا، هذا علي بن حسن يرسم مبادئ يا نعمة وإنسانة، وجد رام ارتفع فيك الأراضينا، ثم العمم أصل للطيب وعنوانا، جابوا السعادة الكبيرة والفرح فينا، يا أم فجر يا نسيم الفجر والحانا، يهيئ سمينا الذهب من فوق موازينا، وراح محلي مثيل الورد والوانا، ولم يمثل القمر بين المحبين. أحمد المعتبر ضد المعادينا، يالله تحفظ حسن وتعز من شانه، إعداد من زار بيت الله ملبينا، يالله تحفظ حسن وتعز من شانه، إعداد من زار بيت الله ملبينا. تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نعم.